ممكن افوت والله؟ لا ممكن. اهو كده اهو. اهلا وسهلا، انتم منورين. ايه ده احنا في اتوبيس؟ لا مؤاخذة يا كابتن. راح فين يا استاذ؟ مفيش فتحه فوق. برقص يا سيدي برقص، مفيش حته فاضيه، ما انت شايف المولد. ليلى، ها اخبارك ايه؟ كله تمام. ها وانتي اخبارك ايه؟ انا ملاحظه حاجه غريبه يا ليلى. شريف، شريف طريقه كلامه فيها لهفه، نظراته كلها شوق، حركاته كلها حب، زي اللي عمره ما اتجوز قبل كده. انا كنت عايزه اقول لك الكلام ده لكن خفت تقولي عليا اني دهل واني مش قادر اقاوم، ان اعصابي انهارت وحالتي بقت حاله، وخفت تقولي عليا انه وحشني المجرم ده واني بحبه خالص خالص. يا خبر يا ليلى، معقوله اقول عليكي كده؟ انا كل اللي مخوفني انك تضعفي، لانك حنينه وتكوني بمشاعرك، لانك رقيقه وحساسه عشان بتحبيه قوي قوي. وايه كمان؟ قولي يا منى قولي. والدك لذيذ قوي. حاضر حكمت. مع السلامة. كلامه كله لهفه، نظراته كلها زي اللي عمره ما اتجوز قبل كده. حبيبي يا احمد، حبيبي يا حبيبي. هو انت وصلت للحاله دي؟ ليه تحشيها؟ العواطف دي كلها ليه تخبيها؟ النار دي كلها ليه تطفيها؟ لا إلا أنا، أنا وأنا كمان. ثانية واحدة، خليكي زي ما انتي، ما تتحركيش. ها ما تتحركيش عشان يعني، وبعدين ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ثانية واحدة يعني عشان في في الباب راح في زي ما انتي. افرض انا بعمل يعني في يا جماعة الدكتورة ماتت. مش معقول معقول. لا مش ماتت يعني، هي تعبانه شويه مش هتقدر تتحرك، عايزه دكتور. يلا روحي ما دام مليئه، انت روح ما دام مليئه.
روخ بدون ما انت تروخ. روخوا كله روخ. دكتورة ذكية جدا. لما اقول لكم ماتت تبقى اسمها خلاص. انت ايه اللي جابك؟ لا ما هو كان شوية صداع وراح. اللي عليه الدور يتفضل. امال بتقول ماتت ازاي يا استاذ؟ بقى ده كلام بقى تكدبنا انا والسادة واحدة ست. يلا روخوا كله روخ. تسمع؟ نعم. قول لها انا جيت. وفين الست هانم بتاعتك؟ ده انا العازب اللي فوق. ايوه بس دي دكتورة امراض نساء. مش شغلك بس خش قول لها. اه عرفت لازم حضرتك حامل. ايه حامل يعني؟ لا انا مفيش حاجة يعني ومعدتي سليمة. والنبي احنا مش ناقصينك انت كمان. اسمع انا بذلت مجهود كبير علشان اقنع نفسي علشان اجي وسط الجماهير دي واذا ما قلت لهاش انا همشي. امشي امشي نحسن الطم ولم عليك الحته كلها امشي. مسكين اصلك مش عارف. شايفة الناس اللي ما بتضيعش وقتها؟ ايه بتكتشف؟ هتعمل ايه؟ اوعى ايه اللي بتعمله بره ده؟ انت بتسأليني انا؟ امال اسأل مين؟ اسألي الست اشهر. ست اشهر وانا محبوس جوه حبك. وكان اللي مصبرني الامل. الامل في منى اللي كنت فاكر اني هلمس الحب يوم ما المسها. وجت الاجازه ويا ريتها ما جت. ضاع الامل. وضاعت منى. وضاعت الاجازه.